في الوطن اهتمت الجريدة بخبر تقدم مصر خطوة مهمة في مؤشر الأداء الصناعي العالمي، وقالت الجريدة إن أحدث تقرير صادر عن مجموعة ماركت العالمية حوالين مؤشرات الأداء الصناعي في العالم أعلن عن تحسن مرتبة مصر في التصنيفات الصناعية الدولية خلال شهر أغسطس اللي فات. وقالت المؤسسة الدولية إن المؤشر ده يعتبر أفضل معدل حققته مصر من عام 2015، وكمان المرة الأولى اللي بيسجل فيها المؤشر قراءات إيجابية حوالين مصر لشهرين متتاليين، وده اللي بيشير إلى اتجاه قطاع الصناعات غير البترولية إلى الانتعاش، وبيعكس حالة التحسن في الأوضاع الصناعية خلال الأشهر الماضية.